ثمرة هذه الشجرة اللي هي النبق. فوائدها لا تعد ولا تحصى. فوائد أوراق السدر مفيدة جدا للكثير من الأمراض. السلام عليكم فاميليا، وصباح الخير عليكم. شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. نهار جديد وصباح جديد وفلوق جديد. اول حاجه مرحبا بكم تفطروا معنا وقبلوا علينا ولهلاح حوجكم. انتم فاميليا زويته بلديه، هاكريسات، الكونفيتير، الحليوه، زبيده بلديه تا هي، هذا الزويتين كحل، هذا البطبوط وجدته اختي بديعه، هذه قهيوه هي طيب على الجميرات، هذا الحليب ديال البقرة، حليب بلدي. شنو اخو؟ هذا خبيز بيضة مسلوقين. بيضة مسلوقين راه هما كيتسلقوا عاوتاني. مرحبا بكم بعد ما نفطروا. اييه بحال ما قالت لك فاطمة اختي، راه البيض ديال الجوجات ديالي راه داكشي. يا سلام الحياة السعيدة لا واستلاوة. ها هما البيضات، ومرحبا بكم. بعد الفاميليا نشوفوا هذا النهار في نعطيوها بالراس. انا براسي ما عارفش شنو، ماشي زعما داير فلوق دايرو مبرمج، وانما والله العظيم الا صورته على الله في مخرج هذا النهار هذا. نشوفوا شنو غنديروا، نشوفوا شنو غنقيو، نشوفوا هذا النهار فيها يخرج. دعوا معنا الله يسهل عليكم ومرحبا بكم. يلا معايا نشوفوا هذا النهار فيها يخرج. بقوا معايا. يلا الفاميليا حنا فطرنا دابا. دابا عرفتي في ماشين ما تجيشي على بالكم. الله ماشي لقط النبق، النبق ديال السدره فين هو؟ هادي وهادي. ها هو، ها هو النبق هنايا في هاد السدره هادي. ها هو تبارك الله النبق موجود. شوفوا الا كيبان لكم، ها هو، ها هو. احنا نلقطوا النبيقه ونقرم شو شويه عاوتاني ديال النبيق. انا كل النبق عرفتي شرا مده بيني وبين النبق شحال هادي ما كليتو صراحه الله، ولكن زوين والله الا واعر. ها هو ولديد وداكشي. يا سلام وحق الله. اجيب شي طاسه فين عمرو هادشي؟ ها شوفوا حداكم، ها شوفوا حداكم بالي يكونوا التعابين وال الحشرات الزحيفه ما نعرف موجود تما. شوف شوف ياك موجود. تعمروا لك الشبيكه زعما؟ ما عارف، ولكن ما طيبش. من بعد ما لقطنا شويه الاخرى الفاميله نمشيو لواحد السدره هي كاينه لتحت. كنا شحال هادي كنلقطوا منها واحد السدره حلوه، وحتى النبق ديالها تامر الا لقينا فيها هي هادي. ها هو كما كتشوفوا النبق ديالها تبارك الله تامر. ها هو ولكن كيبان لي فيها ضعيف. هذه كنا باقين صغيرين كنا كنجيو نلقطوا فيها هنايا. كنا كنجيو نلقطوا فيها هنايا. ها هو تاهي فيها وعا هو داكشي ضعيف داكشي قليل. ها شوف تبارك الله النبق ديالها قداش تامر. ها يلا لقط لقط فيها. فوائد السدر، فوائد أوراق السدر، هذه الشجرة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها إلها فوائد جدا عظيمة. تعرفوها لما نقولكم عسل السدر، لأنه النحلة تحب هذه الشجرة وثمرة هذه الشجرة اللي هي النبق. فوائدها لا تعد ولا تحصى. فوائد أوراق السدر مفيدة جدا للكثير من الأمراض والعلل اللي في أبداننا، مفيدة في حالات أمراض الصدر والتنفس. هذه أول شيء كانوا يستخدموها أجدادنا، كانوا مطحون أوراق السدر يجبروا فيه الكسور، كسور العظام، فبالتالي هذول أجدادنا. أيضا بتفيد في الإسهال، اللي عندهم إسهال قابضة وبتخلص الجسم من السموم وبتقوي الجسم وبتقوي جهاز المناعة بعون الله سبحانه وتعالى. إذا مسهلة أيضا للي عندهم الإمساك ومنقية للدم من السموم والشوائب. إذا أوراق السدر من فوائدها إنها مفيدة إن وكانوا يستفيدوا منها أجدادنا زمان. أيضا مفيدة جدا حتى الثمرة للنساء الحوامل،
لأني أنا دائما أمنع الأعشاب عن المرأة الحامل، لكن ثمرتها فوائدها جدا مفيدة للمرأة الحامل. أيضا الاستحمام بمنقوع أوراقها مفيد للتخلص من الكثير من الأمراض، خصوصا أجدادنا زمان والناس المساكين زمان، لا مكيف ولا سيارات BMW ولا أمريكي ولا ياباني، فبالتالي كانوا يستخدموها لمشاكل الجلد، أولها كان الجرب. يا سلام، إذا كانوا حتى يغسلوا فيها الموتى عشان الرائحة، عشان الجسم ما يتعفن. شوفوا خصائصها، هذه خصائص طبيعية كانوا يستفيدوا منها أجدادنا. إذا بيرعى عليها العسل النحل، وأيضا بصنع لنا عسل السدر اللي هو من أجود أنواع العسل، فوائده جدا جدا عظيمة لأبداننا وأجسامنا. فبالتالي السدرة واحدة أخرى والو، هذه ما فيها شيء مرة، فيها شيء إمكاننا نعمرو هذه، مشو نعمروها، ولكن لا هذاك حار يعني. هذه حلوة، هذه كنا كنا باقين صغار كنا كنقيلو هنايا كنلقطو النبق. ضايلة عطر فيها اللي تكون مدود، راه تجيب فوق الدودة. طف حلال حلال. وللتذكير الفاميلا، النبق على ما يقال انه صحي 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 بزاف. راك الا كتسمعوا بفوائد السدر، الناس راه كيتعالجوا بها وداك الشيء، راه مذكوره حتى في القران. هرطاس هرطاس تبارك الله فيها الخير. هذه شوفوا تبارك الله الفاميلا، شوفوا 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 الكرم هنايا. ار ار الشبكه بحال ما قلتكم الفاميلا، لان كيقولوا هذا النباق وداك الشيء فيه كي يعني مزيان للذات، مزيان للجسم داك الشيء. انت فاميلا انا كنهز انهزز هذه السدره هذه عن هزه باش يطيح لنا النبق. ها انتما او كيطيح، شوف شحال كيطيح، شوف 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 شحال كيطيح في الارض، شوف شوف هز هز هز. انا لا 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 احبي بعقل استبع فيش عجي تخروش جنة 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 اضر ماما وخل خرفين انا فطر سير سير وشان جمع اجي واحد الراجل وغسل دلاحة وفشقة وفشقة بصا قد لك فرشقة بصا قال بالصحة يا عجيلي لك. هذا يدخل من اللي ينعدي. انتم كتشوفوا الفاميلا، حتى الهنديه راها وجدت ما يسمى بالكرموس الهندي، ها هو حتى هو راه وجد. والله ما كرهنا شي تخريفه منه، ولكن راني مزروب شويه والسلام، هادشي اللي كاين. عندي موعد معاه ان شاء الله، وعندي موعد معكم ان شاء الله مع هاد الكرموس الهندي شي صباح هكا، نجيو نخرفو نجنيو الكرموس ونخرفوه ان شاء الله بحول الله وقوته. عندي موعد ان شاء الله، عندي فلوق معاه ندوقكم معايا الهنديه. يلا الفاميلا، من بعد ما فطرنا الفطور ديالنا خرجنا لقطنا شويه من النباق عاوتاني، وبصحتكم وراحتكم الفاميلا حتى نتوما
دابا ان شاء الله غادي للعمل، مشاو عاوتاني ترزقوا الله شويه في الخدمه، والى هنا تبقاو على خير. وهالوالده كتسلم عليكم بزاف، راه توحشتكم توحشتكم بزاف. شنو كتقول للمشاهدين ديالك الوالده؟ السلامه والله يعاونهم والله يرزقهم الصحه والعوين وربي يوقف معاهم ويكون معاهم ويتهلاو بالوالدين ديالهم ووليداتهم والله يعاونهم الله يرحم كثير يا ربي يا ربي امين. يلا المهم تدعم معنا وبقى على خير. وابقى على خير الله يعاونك ونقول الله يعينك. امين امين امفتي امين امفتي الله يجيب لك شي مره سهله. امين امفتي امين. يلا الفاميلا الى هنا دابا نمشيو للعمل ان شاء الله نترزقوا الله. يلا الى هنا الفاميلا تبقوا على خير والسلام عليكم ونهاركم مبروك. وما تنساوش واحد سبسكرايب واحد لايك 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 واحد الكومونتيرات زوينين بحال وجهكم بحال ما كنقول لكم دائما. ونهاركم مبروك والسلام عليكم.